في شعور بالذنب كمان، انه نضحك، انه ننبسط، انه نسهر، انه نظهر، ما عم نقدر نعمل شيء من كل هيدا هول المواضيع. هل هو شعور طبيعي انه نشعر بالذنب؟ طبعا، هي عقدة النجاة، عقدة الذنب من النجاة، هي شيء كتير كتير اساسي ممكن يعيشها كل شخص، ان كان على مقربة من الحرب وهو الخاسر الاكبر، او حتى بعيد ومتفرج، لانه الاحساس بالذنب انه انا ما قدرت اعمل شيء، او ما عم بقدر اعمل شيء، انا متفرج ليس الا، ما عم بقدر ساهم، انا لازم مفروض كون انا عم بتوجع. فهون يعتبر عند هالاشخاص الالم هو السبيل الوحيد للتعبير عن ولائنا ووفائنا لهالاشخاص اللي عم نخسرهم، او نحن عم نتفرج وما عم نقدر نعمل شيء مكبلي الايدي. فطبعا هذا شعور كثير، سرفايفل جيلت، هو شيء كثير قاسي، هو نوع من انواع العقد النفسيه اللي هي بتكون ناتجه عن البي تي اس دي، اللي هو اضطراب كرب ما بعد الصدمه. يعني هي اكثر شيء هي تلو الاضطرابات ما بعد الصدمه، الخاصه بالاحداث الصادمه والصدمات النفسيه.